اولا كنشكركم على التغطيه ديالكم لهذا الحدث اللي كيصادف يعني اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي كيصادف 18 فبراير 2023 يوم الغد. اذا كما كتشوفوا هي اليوم عندنا واحد النشاط لفائده التلامذه ديالنا، يعني ورشات توعويه تحسيسيه مشاركه مع الناس ديال مقاطعه كيليز والمديريه الاقليميه للتربيه والتكوين، والناس مشكورين لجمعيه الاتحاد الاقليمي لاربع مؤسسات تعليم السياقه اللي من خلالها نحاولوا نعطيو ورشات توعويه تحسيسيه للاطفال اللي كنحسوهم بهذا المشكل بهذه الافه ديال الحوادث السير، واللي من خلالها غادي نحاولوا ان شاء الله نحسنوا من مؤشرات السلامه الطرقيه بلادنا ونخرجوا بواحد النشئه اللي متشبعه بثقافه السلامه الطرقيه. النشاط تنظمو مجلس مقاطعه كليز بشراكه مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه ومع اتحاد ملاكي سيارات ديال التعليم ومع المندوبيه ديال التعليم، واحد مجموعه فعاليات جمعويه اللي الغرض من ورائه هو انه بغينا نوصل واحد مجموعه رسائل تترتبط بكيفيه استعمال الطريق، سواء كان هذا الوليد هذا من مستعملي الطريق ولا مستغل للطريق. وطبعا حنا هذه التوجيهات باش ما تكونش مباشره وتكون ممله اخترنا ديال انه نقدموها في واحد القالب في واحد الحله ديال واحد اللعبه، يعني والمتعلم والمتعلمه خدام تيلعب هذه اللعبه تتصادفوا واحد مجموعه تيصادفوا فيديو تيصادفوا اناشيد تتصادفوا واحد مجموعه عمليات وحركات تيقوم فيها وتيشوف فيها واحد مجموعه علامات وتشوير على الطريق، وبغينا منه بانه خصو يفهم دوك الارشادات ودوك التوجيهات سواء اللي تتكون مكتوبه في الارض ولا في السماء معلقه في السماء يفهمها ويعرف كيفاش انه يستعملها بشكل اللي ما يوليش هو من ضحايا ديال الطريق، واذا كان من مستغل ديال الطريق عنده شي دراجه ولا شي حاجه ما يوليش هو تيهدد سلامه الاخرين. اذا الغرض هو بنا نعلمه كيفاش يحافظ على سلامته وكيفاش يحافظ على سلامه ديال الاخرين، وهذا ليس اول نشاط ولا اخره. احنا هذا يلا درناه دروك وعادي نبقاو تنتقلوا في واحد مجموعه ملحقات اداريه باش نقربوا هذا النشاط هذا من الوليدات فين ما كانوا باعتبارهم هما الطروه ديال الاسره ديالهم والطروه ديال بلادنا.